السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نسأل الله أن يطيل عمرك في طاعته ويدخلك الفردوس الأعلى من الجنة. آمين، وإياك والسامعين والسامعات يا رب لا تخذلنا، يا رب استجب دعاءهم. يا رب وإياك، تفضل. بعد إذنك ثلاث أسئلة بعد إذنك. تفضل. أول سؤال، لو الإمام بيقرأ بالآية إن الله وملائكته يصلون على النبي وإحنا في الصلاة، ممكن الواحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في سره؟ لا بأس بذلك،